على بركة الله وتوفيقه انطلق سابع أشواط هذه الفترة الصباحية لمنافسات هذا الصباح وانطلاقات السن الجذاع الحاضرة دائما معها الامتاع والمتعة والمنافسة على أرضية ميدان التحدي. لننطلق مع الأسماء المتقدمة الخمسة الأولى الحاضرة مع أول كيلو ينقضي من عمر هذا الشوط، لنتابع شعار بن سلامة على المركز الأول مع انطلاقة سرابة محمد بن علي بن سلامة الهاجري، يقدم لنا شعار على المركز الأول أحد أبناء هذا الميدان، يقدم لنا شعاره ممنيا النفس بانتزاع ناموس هذا الشوط مع انطلاقة سرابة. المركز الثاني التواجد من صوقه، هذه الصوق الغالية الثمينة التي يقدمها المريخي كانطلاقة مميزة وجميلة لانتزاع الناموس المميز، راشد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي شعار على المركز الثاني. المركز الثالث التقدم من عزاوي عبد الله بن ناصر، أو هذه ذخيرة على المركز الثالث، راشد بن حمد بن راشد الكعبي. والمركز الرابع أتابع تقدم خيرة لصالح بن حمد بن صالح بشريدة آل عذبة، وهذا الشعار اللي فاز معنا في يوم ما قبل الأمس وانتزع سيارة القعدان للشوط المفتوح، يحضر معنا مع انطلاقة رابع المراكز ممني النفس أيضا بانتزاع الناموس مع هذه الانطلاقة. بالتوفيق يا ابو شريده. المركز الخامس اتابع على خامس التحديات وخامس الاسماء، الله يا ايمان علي بن سلطان بن علي العلي المعاضيد يحضر شعاره مع انطلاقه خامس الاسماء ليتدخل في هذه اللحظات الى المركز الرابع. هذا هو النداء للاسماء الخمسه الاولى الحاضره والخماسيه الماسيه التي تضم هذه الشعاره الكبيرة الحاضرة والمتواجدة، ولا ننسى الشعارات المتواجدة خلف النداء خلف الإذاعة، واصلة لا محالة، واصلة بالانطلاق وبالمنافسة، حاضرة بتواجدها وبانطلاقاتها الكبيرة. أعود إلى الصدارة لأستجد النداء لأتابع جديد المقدمة انطلاق أول المراكز. إيمان على المركز الأول تحضر لتصدر سيطر على أرضية هذا الميدان بالانطلاقة مع المركز الأول، بالانطلاقة مع الناموس ومع المعاضيد علي بن سلطان العلي المعاضيد، يحضر شعاره ليكون لحضور وبصمة مميزة بالانطلاق مع أول المراكز. لكن بوشريدة شعاره يحضر مع انطلاقة ثاني المراكز ليرتشد بالانطلاق مع المركز الثاني بانطلاقة خيرة صالح بن حمد بن صالح آل بشريد المري المركز الثالث اللي تسللت إلى المركز الثاني. هذه ديرة، وصلت ديرة لتنطلق إلى ثاني التحديات لأول نداء. عيسى بن سلطان بن مبارك آل سنة الهاجري يحضر شعار الهاجري ليهاجر بناموس هذا الشوط بانطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث عند بشريدة، المركز الرابع عند بن سلامة، لكن أعود مع مجريات الكيلومتر الأخير. هذا هو الكيلو الخطير والأمتار الحساسة بحضور الأسماء المتنافسة، الصدارة المقدمة، انطلاقة إيمان على أول المراكز، إيمان والمعاضيد، المعاضيد وإيمان بانطلاقة المقدمة والصدارة بانطلاقة القيادة مع انطلاقة أول المراكز. المركز الثاني التواجد من ديرة عيسى بن سلطان آل سند الهاجري. المركز الثالث تحركت كيرة مع بشريدة صالح بن حمد بشريدة، لكن الصدارة الله إيمان، إيمان على المقدمة، ديرة قادمة، إيمان وديرة، ديرة وإيمان، الله يا إيمان، إيمان مع انطلاقة الصدارة ومع المعاضيد، المعاضيد يقدم انطلاقة إيمان، هذه المنطلقة البطلة الحاضرة المتواجدة المتوجة بالانطلاق، الناموس يا مالك إيمان، علي بن سلطان العلي، المعاضيد من تواجد وقدم لنا إيمان المنفرد
الجريدة والمنطلقة نحو الناموس والتتويج. الثاني والتبريكات لمالك إيمان علي بسطاء المعضي المركز الثاني. وصلت مشاهدي الكرام ديرة لعيسى بسطاء سادات المركز الثالث. خيرة لصالح بن حمد أبو شريدة المركز الرابع. كان الوصول من قبل مشاهدينا الكرام مزن لسيف بن محمد بن زايد الخيري المركز الخامس. راهية لمحمد بن علي بن محمد القوس المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تهانينا لمن حالف ومن حظ بهذه الانطلاقة وتوقيت إيمان. ولحظة وصول خط النهاية معلنة الفوز والناموس 6:05:05. التهاني والتبريكات لمارك إيمان علي بسلطان علي معضي المركز الثاني. وصلت مشاهدينا الكرام ديرة 6:08:01. التهاني والتبريكات لعيسى بسلطان بن مبارك أسعد الهادي المركز الثالث. كان الوصول مشاهدي الكرام من قبل خيرة وتوقيت الزمن 6:10:05. التهاني والتبريكات لصالح بن حمد بن صالح بن سريدة على حصول خيرة على المركز الثالث. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء انقضت جولة